بهالأيام المباركة بيكون للهدايا طعم مختلف، ولزينة الميلاد روعتها وتميزها. ومن منا ما بيحب زينة الميلاد، وخاصة نبتة الميلاد الحمراء يلي بتكون مرافقة لشجرة الميلاد. لكن كيف فينا نقدم هالزهرة بطرق مختلفة وجديدة وتكون هديتنا مميزة؟ هذا الموضوع رح نتعرف عليه أكثر ضمن صباحنا غير مع منسق الزهور وتنظيم أعراس. يسعد صباحك فراس، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير. كيفك؟ ميري كريسمس. ميري كريسمس لكم ولكل المشاهدين. يسعد صباحكم مشاهدينا، كل عام وانتم بألف خير يا رب. فراس، اليوم ضمن صباحنا جايبنا زهرة كتير رائعة. أكيد. هي نحن بنسميها نبتة الكريسماس. هي شو اسمها؟ هلا هي بيقولوا لها البانديرا وبيقولوا لها بونسيتيا. هلا هي المتعارف عليها بونسيتا. من وين أصلها؟ شو منشأها؟ هي أصلها هولندي. بس طبعا فيها شتل إيطاليا حسب لك شغله هي شو بيكون. هلا إذا كانت بدها تنزرع خارجي فهي في لها أصناف، إنه شيء بينزرع ضد الصقيع لحتى تتحمل البرد، في شيء داخل الصالون. فهي اجمالا المنشأ تبعها هولندا. تمام. وهلا قبل ما نبلش تنسيق هالزهره، هي كيف بيصير لونها احمر وخاصه بهذا الشهر بشهر الميلاد؟ هي بتتعالج طول السنه. هي بتبلش بتجي شتل صغير طبعا لونها خضره، بتجي ببلش بيشتغلوا فيها من اول السنه لشهر 11. هي بشهر 11 بتحمر. بتتعالج لتصير لونها هذا اللون تماما. وعلى فكره هي ما بتحمر غير بشهر 11 بطول السنه، يعني بكل التجارب اللي عملوها ما قدروا انه تضل على طول العام انه لونها احمر نهائيا. فهي بتضل بس بهذا الشهر، هي بشهر 11 شهر كريسمس، شهر 12 بتبلش هذا اللون، وبتضاين حسنا هي مدتها بين الشهر والشهر ونص، الا اوقات يعني اذا في حدا اهتم فيها كثير بجوز تضل للشهر الثاني. تمام، رح نحكي شوي على العنايه فيها. لكن في راس يمكن نحن بنحب نزور حدا ونعايده بعيد الميلاد وراس السنه، بنحب ناخذ له هديه، حوض الورد لهالزهره. لكن كيف فينا نقدمها بطريقه مميزه؟ اليوم رح تخبرنا عنها. أكيد. شو رح تشتغلنا؟ اكيد. هلا هي بصراحه هي بتتقدم، هي حوض الكريسماس هو هذا الحوض. طبعا هيك عادي يعني، هذا عادي طبعا تقليدية. لا هلا فيها تلف، فيها تنحط بحوض نحاس، بحوض خشب حلو معها كثير عم يكون. فيها نعمل فيها اكثر من ستايل، فيها يطلع منها سنوبر، يعني في اكثر من موضوع للزينه. بس نحن اليوم بالكريسماس بالذات نحن بنستخدمها بغير طريقه. هلا هي بصراحه نحن بنقصها وبتبلش نحن بدنا نشتغل فيها، بنقصها بهي الطريقه. طبعا بس هي فيها سر هلا بقول لكم عليها، ما حدا بيعرفه، كثير قليل هلا بيعرفوه. هلا احنا قصيناها بينزل منها هي الماده البيضاء. هلا هي اذا بلشت انه هي بتلاقيها دبلت بس تنقص بعد فتره. هلا نحن بنحرقها، بس تحرقيها بالنار بتحرقيها فتنشف الماده البيضاء اللي بقلبها، وبتحطيها بمي فبترجع بتصير مثل الحجر بارد، يعني بترجع بتشد تماما وبتعيش. هي شو السبب؟ سواء انه هي عرق فراغي، يعني هي فراغيه فاضيه. متى ما حرقتيها هي الماده ونشفت من جوا، حطيناها بكاسه مي ففورا بتشرب المي بطريقه بتشد فورا، يعني توصل المي اسرع للزهره لتشرب. هي طريقه، هي طريقه قديمه كثير بس ما حدا بيعرفها. ما حدا بيعرفها، بيعرفها يعني بجوز مهندس زراعي بيعرفها، بس انا عم نحكي كشكل. يعني هلا نحن عندنا يعني قصينا منها بالمحل، جربناها، عملناها تجربه. هي عم نحكيها يعني هي ما كل العالم بتعرفها، فكثير فكرتها حلوه. هي وزهره القرطاسيه نفس الشيء، كمان بتنحرق زهره القرطاسيه، بتنقص تنحط مي سخنه عم تغلي فبتصير كمان مثل الحجر. هلا نحن قصينا الحوض، شلنا، رح نعرف كيف نقدمها بليله الكريسماس. يعني مثلا حدا بيحب يجيب لنا مكسرات كثير حلوه، عوض ما يحطهم بالبيت بسله بيحطهم بشيء، في بعتها للعشاء بالبيت بهي الطريقه. هي نحن بنجيبها بنحط المكسرات اللي بدنا اياها، بعدين بنجيب الزهره هي بنقصها بنلصقها بطريقتنا. طبعا هي بدها تكون بنص طاوله، طبعا بتنقص بهالطريقه كثير حلوه، حتى فيها ينعمل فيها اعراس رائعه جدا، لانه هي موسمها شهر واحد فقط لا غير، فهي حتضل مميزه. وعلى فكره هي السنه هجنوا منها بهولندا، اللون الموف واللون التركواز الاسود. الفوشيا رائع جدا، بس الاحمر مميز صراحه. في منها الاوف وايت، بس المشكله ما حدا عم يتقبل اللون. يعني نحن عم نحاول نجيب بس ما حدا تقبل غير اللون الاحمر. وعندنا في بصراحه في خبرات رائعه جدا، يعني في مهندسين قدروا يعني بيجيبوا الشتل من ايطاليا او هولندا وقدروا يعملوا الشتل هون اهم من هولندا، لانه الارض تبعنا كثير مهمه.
بس عم يجيبوا اجمالا اجباري بده يكون الشتل صغيره اجباري بده يكون من هولندا او ايطاليا فقدروا يوصلوا عنا عن جد معانا كثير نحن نعتز فيهم انه عم يقدروا يشتغلوها ويزرعوها عم تطلع اهم خصائص التربه يمكن في راس بتساعد طبعا طبعا نحن التربه تبعنا والمناخ رائع جدا بس قدروا يوصلوا لانه هي عم يجيبوها شتل صغير وعالجوها لطول هالاشهر هي وطلعت بهذا الشهر اقسى واهم من انتاج هولندا واهم من انتاج بيروت للسبب بصراحه السبب هو المناخ وعندهم هالخبره هي هلا نحن عم ننسقها بهي الطريقه هي هلا نحن طبعا اكيد ما حننسق بس بونسيتيا اللي هي حنسميها بونسيتا هلا نحن فينا نحط اكثر من حوض بس هلا شايفه طيناها هلا هي بتضاين يومين حلو فينا نجيب خضار سنوبر في حدا بالبيت يقدر يعملها يعني انت اذا انت حابه بالبيت تجيبي اي بو اي شغله من عندك بتحطي سفنجه بتقعي بالمي فيك تقصيها انت بالبيت تقطفي من سنوبر تقطفي شيء من اي نحن ما شاء الله عندنا سنوبر كثير فينا نحط خضار سنوبر كل شيء بدل للكريسماس فينا نحطه ونستعمله هلا هي استعملنا شويه خضار سنوبر معه كمان قلت لنا انه ممكن نحط مكسرات فينا نحط كمان شوكولا فينا نحط شوكولا فينا نحط اعمل لك مكسرات بنحطه في سعف النخل قش الشجر هذا اللي هو بيجي من عنق الشجرة هذا فينا نلفه ونحط المكسرات بقلبه لأنه لونه البني هلا هاي الزهرة ما بيحلو معها غير حصرا غير يعني دائما أنا هذا دائما بحكي فيه الأحمر هو ما بيزبط معه غير لونين اللي هو الأحمر الأخضر والذهبي والألوان البرونز فنحن استعملنا هدول نرجع فينا نحط نستعمل جوري أحمر جوري معه طبعا كثير حلو وبتقلها جوري البلاك طبعا اللي هو الجوري الأحمر شوفي هي ما شاء الله هلا هي طالعه ورده بورتين طبعا هي بالعاده وقت الزراعه هيك بتطلع بقلب الهنجاره بتطلع الورده فيها خمس وردات بقصوها بيخلوا الامايه مشان ترجع تعطي وعلى فكره حتى الورد الاحمر زراعه هون عم يطلع اهم من برا الارض اي الارض عندنا كثير خصبه وكثير مهمه بس بيرجع الشتل طبعا شتله هولندي هي يعني بنرجع بنحكي هو الشتل الاساسي حطينا الجوري الاحمر معها لحتى نعطي اول شيء بيعطي كونتراست بالالوان طبعا اي ورد اكيد 100% نسقناها بهي الطريقه هلا شو بدنا نعمل نازل شيء جديد اسمه اليكس طبعا هو بهولندا موجود دائما بس نحن رح نكثر ورد جوري بس شوفوا المشاهدين انه كيف رح تطلع نحن بنعمل طريقه انه نجمع الورد يعني كل نوع ورد لحاله مشان ما تتعجق يمكن لانه متى ما الورد تنسيقها جماليتها ببساطتها متى ما الورد تجمع كل موديل كل نوع لحاله فهو ببين شكل الورد اجمل لا ما بدك ما في مشكله بس رح اقصر لك اياه هون بتعطيني اياه هون انت فبنحكي بنقول انه دائما طريقه التجميع ما حدا بيشتغلها كثير قليل بيشتغلوها لانه هي اول شيء بتاخذ ورد كثير ثاني شيء صعب الشغل تبعها بس بدي اعزبك فيهم اوكي ناخذ ورده شايفه حجم الورده يعني هلا ما حناخذ هي حناخذ هي الكاس تبعها اوكي وقاسيه كثير فهي بتضاين كثير نحن عم ننسقها بهي الطريقه اللي هي بنرجع نحكي التجميع عملنا هيك شايف حتى لون الورد هذا البلاك ماجيك كثير حلو ما نو في نوع اسمه دلاس اللي هو بيجي لون نفس لون زهره البونسيتا تماما بس نحن لحتى نطلع سوري بس حتى نطلع نعمل تكون التنسيقه فيها اكثر من درجه بوردو بس طبعا كل الالوان تكون من نفس الناس مع بعض طبعا اكيد برجع بقول لك الاحمر ما حلو بنحط معه غير خضار هيك سوري ما بعرف اذا مشاهدينا شايفين كيف فينا نفتلها شوي تمام مبينه هيك هي مجموعه الورد هلا نحن شو بدنا نعمل بدنا ناخذ شيء اخضر خلص حنستعمل خلص ما عاد بدك اياه هون الجوري ايه جوريات فينا نستخدمهم بالطرف الثاني رح نعطيك الكريزانتيم الاخضر هذا انا بحبه كثير دائما بستعمله بكل الاعراس بكل المناسبات هي كمان تهجين هي لونها طبعا الكريزانتيم هذا فيه اكثر من لون واكثر من درجه هي شكلها بول في منها بيجي شكل في منها بيجي شكل مدور في يورو بيقولوا له هلا هي بتضاين اكثر ورده بتضاين على فكره هلا مثلا نحن بعرف كيف واضحه هيك واضحه مبينه ايه اوكي نحن حنعمل هالفارق هون هلا شوف المشاهدين رح تبين معه قديش طلعت هي الورده هي الكريزانتين اعطت جماليه كثير حلوه طبعا
طبعا كل ما جمعتيها بمكان واحد كل ما يعني كل ما كبر المجال تبعها كل ما طلعت احلى واجمل بكثير. شكل هي شكلها طبعا هي في منها بيجي سبايدر اللي هي بيقولوا عنها السبايدر اللي هو بيقولوا اللي هي بتجي المشرشبة اكثر كثير حلوه كمان هيك بليز عزبك منها. هلا عملنا هون فاصل الخضار هون كمان كثير حلو فينا نعمله بزاويه ثانيه. اوكي هلا نحن الشغله الجديده اللي حنستعملها اليوم سوري بس بكفينا صار هلا. اوكي خلينا نحطهم ناخذ شيء كمان هيك واضحه على الكاميرا ما بعرف اذا مشاهدينا شايفينا. تمام نحن حنعمل هي زهره الانتوريوم طبعا تجي من هولندا هي كمان بتجي منها الوان لانه بتجي بالطيران لانهم بيحافظوا عليها بهي بهي الطريقه وبيحطوا لها هذا التيوب اللي هو فيه مشان الطيران مشان نضل فيها مي. اوكي ف ورده كثير حلوه في منها كل الالوان بس نحن استخدمنا الاخضر لانه صار عندنا كميه الحمار اكثر شيء يعني البوردو كثير. شوفي فكرتها نحط ورده ونحن بنحط مستعمل منها ثلاث وردات بس هي رائعه جدا عن جد حلوه كثير حلوه بتعطي جماليه مميزه كثير طبعا. هلا لو في مكسرات لك او شوكولاته تتوزع بهي طريقه نحن حصرا بنحط ثلاثه او خمسه. هلا في عندنا شغله ثانيه اللي هو الاليكس هذا العرق كثير حلو خلينا نشوفه مشاهدين رائع جدا وعن جد هو بتحسيه كريسمس خلينا نبلش نحطهم في راس مشان نكسب غريب. الوقت يلا هو العرق فيه طابات حمر اوكي هنا نحط عرقين يكونوا طوال نحاول على يكونوا ما يتاثروا لانه جماليتهم بهي الطريقه هي اوكي نحط عرقين بهي الطريقه لتكبر حجمها ويطلع حلو. الشكل حلو نرجع نحط وفي شغله هي اول مره يمكن تشوفوها هو التفاح الكرزي حلوه رائع جدا كمان بهذا الموسم وهي بتتاكل في راسنا طبعا بتتاكل آسي هو عرق آسي بس كمان في هون كان شيء مش هي قصه شوي صعب اوكي اوكي ما في مشكله بنقصها هيك بس فكرتها حلوه ما بعرف اذا يعني كثير مشاهدين حيكونوا مانن شايفينها هي التفاح الكرزي هي فكرتها هي كمان فينا نضيفها بهي الطريقه هي كلنا بنروح وحده بالفعل شايفه فكره التفاح كيف فينا نرجع كمان نوع ورق نوع خضار اسمه كوتونوس ورق كندا شو حلو هاي كمان مصبوغ احمر كمان بنضيف هي الاشياء الغريبه كلها بنحطها لحالها بزاويه لحالها عشان ما نقرب على زهره البونسيتيا زهره الكريسماس يعني حطيناها شايفه لونها بوردو بنرجع نبرمها شوي هيك بنبرمها بنرجع بنعمل فاصل اخضر ثاني ما في مشكله بنجيبهم فاصل اخضر هيك لحتى ما يطلع الحمار كثير كميته كبيره فينا نستخدم نوع كمان اغلب المشاهدين لازم يعرفوه هو الاكليبتوس اللي هو ريحته كثير طيبه وان هنا بيطلعوا منه الماده الطبيه بيطلعوا منه هي نبته امريكيه يعني عن جد تنسيقها كثير حلوه ورائعه في راس مميزه كثير من عنا طحالب فينا ناخذها هديه حتى الطحالب اللي هي موجوده عنا كلها هيك شايفه فكرتها شو حلوه بس نحن عم نحاول نستخدم الشغلات المميزه بس بدي ارجيكم نوع كثير حلو اللي هو الابريكون بيقولوا له هن طابات حمر كثير حلوه مثل الزعبوب الاحمر هيك مثل هذا الزعبوب السنفري او شيء يعني فكرته حلوه كثير في يستخدم هيك اوكي في نحط وحده قدام مشان تبين شوي حنحط وحده حنحط وحده هون تبين على الكاميرا اوكي هلا هي تفضل أوكي. تنعمل زاويه واحده بس نحن يعني فينا نعمل زاويه ثانيه هون عن جد كثير حلوه هالتنسيقه هديه مميزه بتكون بليله الميلاد وكل هالشهر يمكن بدي اتشكرك وينعاد عليك فراس بالخير ودائما الوان ايامك حلوه مثل هالالوان الجميله والتنسيقه الحلوه اللي ضفتها اليوم لصباحنا جميع كل عام وانتم الف خير ينعاد عليكم ميري كريسمس للجميع لمشاهدينا ينعاد عليك يا رب وينعاد عليكم كل مشاهدينا وتبقوا بالف خير ويسعد صباحكم.